قلعة الحشاشين التي تشهد رقصات الجميلات هي سر سيطرة الطائفة الأخطر في تاريخ الطوائف السياسية. أما حديقتها فكانت أغرب الحدائق في العالم، وقالوا بأنها حديقة من الجنة. فما أسرار تلك القلعة؟ ولماذا اتخذها مؤسس طائفة الحشاشين مأواً له وحصناً له من الخصوم؟ لا زالت المشاهد المعروضة في مسلسل الحشاشين مسار اهتمام للجميع بعد أن لامس أبطال العمل أحداثه الحقيقية. فبينما تبقى قلعة الألموت أكبر ألغاز مؤسس الطائفة وهو حسن الصباح، تلك القلعة التي ضمنت له الحماية من آلاف الخصوم. أما حديقتها فقد وفرت له مزيداً من السيطرة الروحية على أتباعه بعد أن نشر الصباح بين أتباعه على أنها قلعة من الجنة. فما هي أسرار تلك القلعة؟ استولت طائفة الحشاشين التي خادعت أتباعها برقصات للجميلات وأوهمتهم بدخول الجنة والحور العين. استولت على قلعة الموت مثلما استولوا على غيرها من القلع، لكن قلعة الموت كان لها أهميتها الخاصة من حيث التحصين وأدوات الحماية وأفراد التأمين الذين اختارتهم الطائفة من الرجال الأشداء لحماية الأب الروحي. اعتبرت طائفة الحشاشين أن نهاية حسن الصباح تعني نهايتهم. مسألة الوصول إلى حسن الصباح أثناء تواجده داخل القلعة كانت هي المستحيل ذاته من شدة عمليات التحصين والحماية التي كانت مفروضة على تلك القلعة، وهي الحماية التي ضمنت له البقاء فيها أكثر من 50 عاماً من دون أن يتمكن أحد من الوصول إليه. موقع القلعة الجبلي كان من أهم مصادر التأمين والحماية، فمن ذلك الذي يمكنه الوصول إلى ذلك الموقع الجبلي بسهولة ما لم يكن من أهل القلعة أنفسهم؟ إنها وكر العقاب. هكذا كانت تعني تسمية قلعة الألموت في الوقت الذي كانت الخلافة العباسية والسلاجقة ينظرون إلى الحشاشين. كان حسن الصباح زعيمهم، يصدر الأوامر ويدبر الخطط من قلب قلعته وكر العقاب، حتى شكلوا أكبر خطر على الدولة العباسية. اختار حسن الصباح موقع القلعة على قمة جبل في وسط جبال البرز أو جبال الديلم جنوب بحر قزوين في مدينة وورد بار، وذلك على مقربة من نهر شاهورد. ارتفاع القلعة إلى 6000 متر عن سطح البحر، وطريق الوصول إليها الشديد الانحدار، جميعها عوامل كانت مصدر خطورة على أي شخص يحاول الوصول إلى القلعة. يضاف إلى ذلك أساليب التأمين المشددة. القلعة كما ذكرنا لم تكن ملكاً لحسن الصباح ولم يبنها، ولكن الذي بناها ملك من الملوك القدامى. لكن سيطرته على القلعة كانت قصة أغرب من الخيال، فقد دخلها سراً وهو على يقين أنه لن يتعرض لأذن، بعد أن ضمن لنفسه أنصاراً داخل القلعة لم يجاهروا بأنهم منتمون إليه. كانت القلعة حديثة محصنة غنية بأشجار الفاكهة، وكان فيها ممرات تفيض بالشراب المحرم واللبن والعسل والماء. وكان الانضمام إلى طائفة الحشاشين يشترط له دخول تلك الحديقة، وفيها يرى الداخل رقصات الجميلات والموسيقى. وفي تلك اللحظة كان الشيخ يدبر حيلة مريبة لأتباعه، فيعطهم الحشيشة حتى تغيب عقولهم، ويأمر بحمل هؤلاء الأتباع إلى الحديقة ويخبرهم بأنهم دخلوا الجنة.